بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في سيكشن النهارده هنشوف ازاي بنحسب ايه ال actual لل ايه للكانتيليفر. فانا هنلاقي عندنا في محاضره الديزاين بيم كنا من ايه كنا بنسمي البيم عاديه خالص، نجيب اللودز وبعدين الستيرنج اكشن، وبعدين في الديزاين نجيب اول حاجه بنختار السيكشن ونعمل تشيك اللوكال باكلينج. في الجلوبال باكلينج لازم نجيب ايه ال actual، فهنشوف هنا ازاي نجيب ال L actual في حالة ايه ال cantilever. عايزين نحسب بقى ال L actual اللي هو ايه ال unsupported length of compression flange. فلو كنت فاكر عندنا في كاميرا السيمبل كان ايه ال compression flange غالبا بتطلع ايه اللي فوق، واللي رابطها عبارة عن ايه الكاميرا السكندري. فيبقى عندنا ال L actual بتاع ال simple beam عبارة عن ايه المسافة ال ايه. طب في حالة الكانتريفر اللي ماسك الكومبريشن فلانش، تلاقي الكومبريشن فلانش تحت، فازاي بنحدد ال actual؟ بنحددها عن طريق ايه صفحة الكود 66، ونحدد الطول عن طريق حاجتين، الحالة بتاعت الطرف عند السبورت والحالة عند الطرف ايه الطرف الحر بتاع الكانتريفر. عند الطرف بتاع السبورت عندنا 3 حالات، عندنا يا إما continuous بإيه continuous وممنوع من الحركة الحرتية عن طريق مسمارين، أو continuous وممنوعة من الحركة العرضية وممنوعة من إيه من التورشن كمان عن طريق إيه بنحط ستيفنر. آخر حاجة built in lateral and torsionally، ده معناه إيه؟ مثلا قطع الكانتريفر خارج من ايه من الخرسانة. طب الحالة عند الطرف الحر عندنا 4 حالات. اول حالة معناه ايه الطرف الحر ده مش ممسكه حاجة في الاخر. طب تاني حاجة مكتوب ايه، طب توب فلانج ريستريند اللي هي ايه لاترال ريستريند اون توب فلانج، معناه ايه مثلا عندي بريسنج رابط التوب فلانج، او عندي torsional restraint معناه ايه عندي مثلا secondary beam او strut شغال كأنه ايه او simple beam. اخر حاجة عندي ايه lateral and torsional restraint، ده معناه ايه مثلا عندي secondary beam شغال لك كأنها continuous. تمام، خلينا ناخد نشوف المسألة اللي كانت في الشيت. عبارة عن قطاع ميزانين طول الكانتريفر فيه 2 متر، عايزين نصمم ايه البيم بيم الجزء ده التلاتة كيس اللي عندنا. فعندنا اول حاجة الكيس بتاع اللاترال ريسترينت، تاني كيس تورشن ريسترينت اونلي، اخر كيس اللاترال اند تورشن ريسترينت. فهتلاقي عندك في الطرف بتاعت السبورت غالبا كنا بنختاره ايه، غالبا هتلاقي ايه السبورت غالبا مربوطة بمسمارين. طب الطرف عند الطرف الحر هو بيقول لك عند الطرف الحر بيقول لي رادر ريستريند اونلي، مثلا عندي بريسنج بس، بناخد الرقم التاني هو 7.2، يبقى عندنا 7.2 الطول بتاع الكانتريفر. طب ليه ما اخترناش النورمال؟ الديستابلايزنج معناه ايه الحمل بيأثر على الفلانش من فوق. فهنا عندنا الحالة بتاعت القطاع اللي عندنا الحمل بيأثر على الفلانش من فوق. تمام، تاني حاجة عندنا ايه torsion restraint only، عندنا في الجدول عندنا عند السبورت continuous with lateral restraint، وهي عندنا في التوب عندنا ايه torsion restraint only. فناخد الرقم التاني اللي هو 4.2 4.5 من الطول بتاع الكانتريفر. واخر حاجة عندنا ايه رضا وتورشن سترينت من الكتور، هتلاقي ايه 3.6 من الطول ال ال. تمام كده حسبنا ال ال اكشوال، نقلها بال ال ماكسيمم اللي هي القيمة المينيمم من الكامتين دول، وهنشوفها اكبر او اقل، ونحسب منها ايه افرض تورشن باكلينج لو كان ال ال اكشوال اكبر من ال ال ماكسيمم، ونحسبهمش وناخد الـ allowable stress اللي جاي من compactness
لو كان ال actual أقل من ال maximum. كده خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله.